كريمو، هذا العام العمل، احكي لنا على الدور. اولا بون الدور هذايا دور تاع موحه تاع محمد اللي يعني بروبوزاه للمخرج يحيى مزاحم. كان دور يعني انا بالنسبه لي دور يعني كومبلكس يعني معقد، على خاطرش عنده بزاف يعني دي روبونديسمون في حكايته، يعني من داك يكون مليح من داك يكون ماشي مليح من داك يتخايل حوايج كما الناس راهي تشوفيتو. دونك انا بالنسبه لي جاني صعيب بزاف على الدور اللي اديته في الضامه، خدمت عليه بزاف انا والمخرج يحيى مزاحم، خدمنا على ابعاد الشخصيه هذه، خدمنا على كيما نقولوا حنا النقاط الكبار تاع الشخصيه هذه، وهذه هي ان شاء الله يكون يعجب الناس ان شاء الله. يعني الحاجه الاهم في هذه الحكايه انه انا كي ندير دور ولا مع المخرج بيان سور، يعني نسيو نمدوا ميساج، نسيو نمدوا يعني عبره او حاجه اللي تستفاد منها الناس، نقول للناس تابعوا الدور هذا حتى يعني يخلص المسلسل باش نعرفوا يعني العبره من هذا الدور ولا الفائده من هذا الدور. هذه شكون من الفنانين اللي راهم في العمل اللي يلقى هذيك السلاسه والسهوله في التعامل معه اكثر؟ انا ولا غير حقيقه والله غير نتعامل اليوم معنا في العمل كاع سواء مصطفى العريبي، خالد بن عيسى، حميد كريم اللي عندي يعني نلعب معاهم، عيدة عبابسة، يامنا، هذوما كامل يعني الحمد لله، احمد مداح، يعني هذوما كامل عندي 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 يعني رولاسيون معاهم مليحه سواء في الخدمه ولا خارج الخدمه، يعني الحمد لله. الميساج اللي نلحقوا انه الناس اللي تشوف العمل هذا البراني يعني واحد ما يحكمش على لقطات ولا ما يحكمش على حلقات، يحكم على العبره الكامله اللي نخرجوا بها في نهايه العمل هذا. اهم شيء هذاك كريم، ميرسي. العبره بالخواتيم.